لا هذا حطه هنا وخذه ذا الحين تراك بتود خذه طيب ها ها ايوه قهوه قهوه دي اللي تلقاها زي كذا قهوه حط كل شيء تدي عندكم زباله ها زباله صح صح ها ابواك ما ادري وش لا تم هي مني ايش من هنا ما يبغوك شيء تاكل تعال دقيقه ما في شيء اللي طافك يا اوكي لك ملل لا يا زين ثاني تحيح انا العرب باقي ما اعطيتهم عيني الحمراء ايوه اسمع ايه الياس الياس اجل انت عندك عيني الياس عليه عليه يطق طق وانا اسولف وياه جد زين بيطق شو بنقالك هذا اللي يلا خلني اجي هنا تكلمني برسميه وانا بخلي لا لا شوف باخذ واعطي وياه فهمت الفكره بعض الاحيان يعني كتاب ما جانا 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 جعلنا من بين ايديهم سد مخبي وسد كيف يزوقني انت ولا وش؟ سلمه يا الامير فحاول عليكم السلام عليكم السلام انا عادي تخلي البساطه احمد بين اخوانك وربعك عادي بعض المرات انا فاهمك بعض المرات لا تروح ترك مطلوب على خشم على ايش يعني الحين الربع كانوا يلعبون تلعب فيني ضرب ضارب وهذا يا اخي قصيت الحق منك الا ذات البنيه انا واحد بس ما احب هذا وش وش ارفع صوتك ابو مساعد اقول ماجد قهوه قهوه اسلم اسلم اقول الربع كانوا يلعبون ومستانسين وهذا قالوا عايض ويانا لك ما ادري شنو اللعبه انا طبعا دائما اسال يمكن اللعبه فيها ضرب فيها هذا فقالوا ضرب قلت انا مزح اليد امنع ليش بس انا كمل ترى شوف ابو ماجد عزيز وغالي واحطه فوق كلهم ما بي احطكم والله فوق الراس يسلم راسك تقول لي والله اضحك وياك ومد ايدي عليك انت تقلل من قدر انت ترى ما تحبني يا سلام عليك يا سلام انت اضحك وياك بمزحه بحلوس الرجل هذا صار موقف ايام كاريزما انا من بعدها انا ما صار موقف علي انا شفت احمد صلي وسلم عليه صارت شخصية احمد صلي وسلم عليه دعامي اسلم يا ابو ماجد صار موقف احمد مع واحد من الشباب طيب احمد وقف الرجال عند حده وضح له انا شخص ما احب مزح اليد خل مزحي انا وياك بالكلام حدود احترام صح تذكره موقف ولا ما تذكره؟ والله اني ما اذكره بالضبط انا اذكر واذكر الشخص وعلمت تحت الهوى من هو. السلام في تصفيات كاريزما فقال احمد مسك الرجال قال يا ولد انا رجال ما استقبل مزح اليدين خل مزح انا وياك بالمسار فانا الحين عرفت شخصيه احمد انا ممكن امزح مثلا مع ابن مرجع فجاه وهو ما يدري وانغز واضحك انا وياه يستقبل محمد لكن هل احمد بيستقبل؟ لا خلاص يعرف خويك وش؟ رجالنا خلاص نعرفه. لا يا اخي خليك على انا اتكلم وايش؟ يا اخي لكل رجال إيه يا رجل. شخصية انت لازم تحترم الطرف الاخر ايوه صح. تحترم وش احترم مزحه وشلون؟ يعني انا رجال عادي استقبل مزحه امزح معي بالطريقه اللي تبيها لا 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 ما ادري والله اظني انه حق اسلم يا ابو ماجد اشوفه اعرف خويك وش يستقبل اشوفه في جيبه احسنت وخلك معه على نفس الوزن شوف لا تزيد حق الامارات كلكم ان شاء الله عيال ناس وفيكم الخير والبركه وتعرفون الادب والاحترام انت قبل هذه كلها خل مبدا الاحترام قدامك افحص الرجال اللي قدامك صحيح. لا تعطيه كلمه يا طعمت ما تدري ايش مدى الرجال صح. هذا ما تدري يقبل المزح ما يقبل المزح لك فتره انك تسولف مع الرجال وتاخذ وتعطي مع الرجال تميز الرجال يمزح ما يمزح صح ولا لا انا قصيت والله الحق من البدايه تدري ايش الزين انك رجال مثلا ما تستقبل حاجه كلمه مزحه ما تستقبلها تجي عند اخوياك تعلمهم يا ربع انا ترى النقطه هذه اللي اول ابو ماجد ابو ماجد اللي اول شرط اخر منوح فانت توضح لاخوياك انا رجال مثلا معليش غفصتك ما احب مثلا احد ياخذ من ملابس مثال انا اقول مثال عليك فروه بكره اذا شفت احد
والله يسامح يسوي احسن اللي انا قلته. انا هنا عداني العيب جوي ودوي عداني العيب خلاص وضحت لي شيء انت سويت عكسه اجي اقول لك ولد انا فهمتك ليش تسويه وانا فهمك. لا والله نزيل شوف ابو ماجد في ناس مثلا لا تاخذ ملابسي حلو يمكن يا اخي الله يكافينا الشر يا رب يمكن يا اخي بالانسان هذا فيه امراض جلديه عدل كلامه احسنت احسنت ايه الاغراض يمكن فيه امراض يمكن فيه امراض جلديه ما يبي عندي حساسيه في الجلد انا رجال عندي حساسيه في الجلد ها بس خلاص يمكن فيه امراض جلديه يمكن في هذا يمكن الشخص اللي يلبس في امراض جلديه يعديك فهو ما هو صح وانا الرب شكله ولا عوارض ابوه عندي مرض الله يشفينا ويشفيه المرض ده ما داني ما هو فعلي ما داني حقيقي من زماني الشخصي مرض هذا الصحيح وهذه الدرابه والمزح على طاريه امزح وخلي مزحك في حدود واللي ما يبغى المزح لا تمزح معه مزح الرجال العاقلة على حدود الاحترام يا سلام عز الله الرجال ده ما شاء الله تبارك الرحمن كل يوم يبهرني اكبر في عيني وهو كبير ان شاء الله الله لا يهينك يستاهل ما نجي الا من بعدك يا حصان دائما نقص الحق من نفسك ودريع الرجال هذا ترى شخصيه متنوعه فريده لن تتكرر في تاريخ البرامج الوطنية. الله يجعل وليك الجنة يرحم والديك تسلم. لو ما انا ودي المشاهد يشوفه تحت الهواء على طبيعة الصحيح. هو انا قايل انا قايل ترني يعني احسد امك وابوك عليك. يجعل والديك الجنة. لا تحرق لي يا اخوي. يا جنة. راجي خوي. يا جنة. والله العظيم ياك. يا جنة. ايه من فقرات البرنامج وهي اضحك بلا حدود.